انا اصل اللي عايش طول عمره طب في الدنيا لا يقبل الا الطب عند الله. يعني لما تقول مثلا حنان كذا وهي في السلالم الاولى في مش عارفه ايه والافيشات ما اعرفش ايه، ودي دنيا زائله بتخلص، خلصت مع علاء ولي الدين في ثانيه. صحيح، في ثانيه. ولكن ما هو مقامي عند الله؟ اتمنى من الله سبحانه وتعالى. طموحك الان بالذات؟ طموحي الان ان انا لانك مشكلتك انت ما تقعديش من غير طموح، لابد يصير عندك طموح. طبعا. طيب طموحك لما كنت فنانه كنا معروفين، الان ما هو طموحك حنان؟ كما الله سبحانه وتعالى من علي في الدنيا بمشاهير اهل الارض، اتمنى من الله ان اكون من مشاهير اهل السماء. هو ده هدفي، ان القب عند الله. انا هنا الفنانه الفراشه البتنجانة المش عارفة ايه، يعني سبحان الله العظيم الالقاب يعني بصرف النظر هي ايه، انما عند الله سبحانه وتعالى الصادقة القائمة الصائمة المتقية المحسنة. يا رب. بس ما فيش شهرة، ما فيش يعني الحاجات الحلوة اللي كانت تضغضغ حنان هذه، انه تطلع هنا وتشوف هنا ويشوفوها الناس ويقولوا الله هذه حنان. هذا من فضل ربي، زي ما يكون شال وحط، سبحان الله العظيم. النهارده بقت سعادتي مش في ده ولا الجايزه ولا سعادتي النهارده اني اروح دارفور واشوف اولاد بيلعبوا معايا وبيضحكوا. اني اروح مكان وست عجوز اديها شربة ميه. انك تشاركي في قافله الى